يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. بأجواء صباحية جميلة داخل حرم جامعة المستصرية نأتيكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج سؤال اليوم، وكان سؤالنا اليوم ما هو أكبر محيط في العالم؟ امتحان هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي. أكبر محيط بالعالم منو؟ محيط الأطلس. محيط الأطلسي؟ هندي. الأطلسي؟ لا، هو المحيط الأطلسي والمحيط المنجمد الشمالي أكبر محيط بالعالم. المحيط الأطلسي. زين طيني أجوبة حتى أنا أصير يعني. ما أدري بعد. لا عندك بحر، هو بحر متوسط. المحيط الهندي؟ طينا خيارين ونختار. بعد منو؟ بعد منو؟ بحر الأسود. الأطلسي؟ المحيط الهندي، محيط الأطلس. بعد منو؟ بابا. لا بحر العرب شنو؟ المحيط المنجمد الشمالي والهندي والأطلسي. ما شعدنا. هذا هو. قصتي بفعالي أكتبها الزمان، كان يا ما كان بصرارة قوي، بصرارة قوي. أكبر محيط؟ الهادي. الهادي؟ المحيط الهادي. الهادي الهادي. الهادي. هادي. هادي. محيط الهادي. محيط الهادي. المحيط الهادي. محيط الهادي. بصرارة قوي، بصرارة قوي. من نويتك وانت في بالي هدف. وكما شاهدنا السؤال الأول للبرنامج نأتيكم بالسؤال الثاني، ما هي نسبة الماء على الكرة الأرضية؟ ما يخيب صرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف. احنا المشكلة مو جغرافية. 70 70% 75% 70 72 97 95 نسبة 75% نسبة يعني أكثر من اليابسة بس 70% 75 80 يلا 75 80% 70 73% 40 60 70 75 74 بعد يعني أزيد لا نقص 70% 70 80 أو 90 50 60 60 70 مخضرم 75% 70 75 80 79 والله ما ندري بيه 70 ما أدري لو 75 73 72 75 80 يعني بين 80 و 75 75 75 85 مهم هي أكثر من النص أكثر من 60 أقل 70 65 ما أدري يعني نطي اختيارات 76 لا